هلا والله، حياكم الله متابعينا الاعزاء في فيديو جديد وتغطيه جديده لسياره جدا مميزه. هذه اللامبورغيني هوريكان التكنيكا، هذا الاصدار الجديد لسنه 23 وراح تنزل 23 يعني تقريبا بعد 7 شهور. راح تكون فئتها بين الايفو الدفع الخلفي وبين الاس تي او الفئه الرياضيه، او خلينا نقول حق الحلبات المتخصصه للحلبات. راح تكون جامعه بين الاثنين اللي هي الاستخدام اليومي، وايضا اذا اخذت حلبه راح تكون واثق ان سيارتك جدا جدا سريعه. طبعا محرك 10 سلندر 5.2 640 حصان و565 نيوتن متر عزم الدوران على وزن 1375 كيلو، يعتبر رقم جدا جدا جميل. طبعا من 0 ل 100 ب 3.2 ثواني. واللي سووا بالسياره هذه انهم خفوا وزنها، خلوا الداون فورس فيها اقوى بنسبه 35% من الايفو، زائد خلوا السياره اللي هو الاستراك اللي هو انسيابيتها اعلى بنسبه 20%. فانك تجمع بين انك داون فورس ودراج اقل ترى مره شيء صعب يعني هندسيا، لان اذا تبي تخلي السياره داون فورس فيها عالي معناها راح تحتك في الهواء بشكل اقوى. فانهم سووا الحركه هذه حركه جدا جدا قويه. ونتكلم عن التصميم، حرف الواي موجود في الوجهيه، طبعا الواي ممتد من الوجهيه لين ورا السياره، وايضا الجهه اللي تحت هذه من هنا لين الخلف. ما شاء الله. طبعا اللون هذا اسمه ميتاليك جرين. عندنا الجن طبعا سنتر لوك زي ما شايفين مخصص الحلبات، واللامبورغيني قاعد يقولوا ان احنا زدنا انسيابيه الهواء داخل للتبريد الفرامل، او يعني الهواء يدخل يبرد الفرامل بنسبه اعلى من السابق، بحيث انه اذا اخذت حلبه راح تكون واثق ان فراملك تتحمل الضغط اللي راح يجيها. عندنا الشكل السداسي هذا الموجود هنا في الجنط راح تشوفه في اغلب السياره. التصميم هذا ماخوذ من الهوريكان، عفوا من الافنتادور، ف شيء جدا رائع. عندنا هنا ال بي 640 640 هي 640 حصان، داش 2 اللي هي دفع خلفي. بالحديث عن الدفع الخلفي، الكفرات اللي ورا فيها ريل ويل ستيرنج، الكفر اللي ورا يقدر يتحرك حسب الحاجه، راح يفيدك في المعطفات داخل الحلبه. هذا الشيء يعني على سياره رياضيه زي كذا شيء جدا قوي. سمعنا صوتها، راح نحط لكم صوت السياره. طبعا من الاشياء الجميله فيها ان ستاندر الاكزوست راح يكون عالي زي ما سمعتوا، عكس الايفو. الايفو راح تدفع زياده عشان تاخذ اكزوست اللي فيه ابجريد. فشايفين الشكل السداسي ايضا موجود هنا زي ما قلت لكم، وهنا موجود في الشبك السداسي. عندنا غطاء المحرك كاربو فايبر، وغطاء الامامي حق الشنطه الاماميه، وفيها شنطه اماميه عكس الاس تي او ما فيها شنطه، ايضا كاربو فايبر. طبعا الشنطه الاماميه هنا مصبوغه لكن حسب طلبك. ايضا من المميزات هنا في التكنيكا ان الجناح هذا موجود، ولا هو عالي زي الاس تي او ولا هو شبه ما هو موجود زي الايفو، فهذه واحده من الميزات. خلونا ننتقل للداخل ونشوف شكلها. طبعا الشكل السداسي حتى هنا بالمرايه موجود. الباب عندنا كاربون فايبر عشان خفه الوزن، يعني حتى مسكه الباب شايفين تفتح الباب، خلينا نقول شريطه قماش. ما شاء الله تبارك الله. معلش الجوال انتحر. عندنا السماعات شكل سداسي، حتى تكييف سداسي. عندنا ايضا الطاره القديمه اللي الان ما غيروها من 2015 سداسي، بس طبعا جدا جميله. والداخليه كستمايز على كيفك قد ما تبي، يقول لك في حول 100 كستمايز ممكن واحد يسويها بسيارته الهوريكان. فحاجه جدا جميله وخيارات تقدر تسوي سياراتك تصممها ممكن ما تلقى او ما تشوف زيها بحياتك. الكرسي في خيارين كراسي، هذا كرسي الرياضي البحت، في كرسي ثاني يكون اريح شوي يعني منفوخ اكثر، هذا زي ما شايفين باكيت بزياده. وهنا عندنا يكون ليزر كت على الشموا او الالكنتارا الموجود في السياره. ما شاء الله تبارك الله جدا جدا رائع. هذا عصر جير موجوده هنا، انا ودي اركب فيها صراحه يعني، لان الكرسي زي ما قلت لكم رياضي والدخله فيه طالع صعبه. تشغيل السيارة زي ما شايفين نظام زي الطيارات، تقدر بدون ما تفتح السويتش او تفتحه على حسب يعني مزاجك. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الجير 7 سرعات دبل كلتش زي ما قلنا، دفع خلفي
فالسيارة صراحة حلوة ما شاء الله. طبعا على الطلب، ما لها سعر معين، اطلبها وراح تكتشف السعر انت بنفسك ما شاء الله تبارك الله. يعطيكم العافية واشوفكم ان شاء الله بتغطيات اخرى مع سيارة مميزة زي اللامبورجيني اللي قدامنا. اللي حاب يشوف سيارة مستعملة او جديدة منها يقدر يشوف تطبيق مستعمل ويتصفح التطبيق، ويقدر يشوف كل السيارات هناك مع اسعارها.